وينضم معنا من طرابلس العاصمة جمال عبد المطلب الكاتب والمحلل السياسي الليبي. مرحبا بك معنا سيد جمال. بداية، كيف تقرأ الدعوات الفرنسية للتهدئة في ليبيا وخصوصا في طرابلس؟ ما إمكانية تطبيقها برأيك في وقت تستمر قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر بقصف مواقع لحكومة الوفاق؟ أهلاً وحييك وأحيي مشاهدين قناة الرافدين، وكل سنة أنتم طيب ورمضان كريم عليكم. آمين. ونترحم على البطل حارث الضاري، أحد رجالات الأمة الإسلامية. وأقول لكم أيها يعني لهذه التطورات بالنسبة القادمة من 1300 متر بالشرق على العاصمة، ما زالت مستمرة قدرة في غيها وفي عدوانها. نعم. القوات الموجودة التابعة لحكومة الوفاق تقاومها بغراوة، رغم من الفارق في مسألة نوع السلاح، لأنهم هم عندهم أسلحة حديثة جدا إمارات هذه الأخطبوط التي تعبث في كل مكان وتريد أن تصمها في اليمن مثل ما أشعرنا في كل مكان، ولكن قوات المجلس الرئاسي أسلحتها بما متاع جيش جدا. لكن إلى نقطة سيدي المهدية إلى أن تابعة لحفتر والناطق التابع لهم المسماري، المدعو المسماري، جده بدون مبالغة أستطيع أن أقول لك 60% منه أكاذيب، يعني وهراء، ما هوش الكلام. يعني مثلا يقول لك قواتنا دخلت إلى كذا، إلى المنطقة الفلانية وهي لم تتحرك من مكانها، وبالتالي تقولي أن المرحلة القادمة يعني سوف يكون فيها تغيير كبير جدا خلال أيام، لأن هناك أسلحة نوعية وصلت إلى قوات حكومة الوفاق من أجل ردع هذه الحمى النارية التي ترسلها قوات حفتر من أسلحة الإمارات الباغية الحقيقية. سيد جمال، يعني إلى أي مدى ترى بأن هذه الدعوات الفرنسية تعني بشكل أو بآخر بأن باريس قد تخلت عن حفتر، أم أن ما يجري في سياق تغطية ما جرى سابقا من دعم لا أكثر؟ لا أستطيع أن أقول قد تخلت تماما، ولكن زيارة السيد فارس سراج مهمة جدا، ولقاءه مع الرئيس الفرنسي، وعندهم معلومات الفرنسية دقيقة عما يجري. نعم. أكثر تفصيلية وضمانات وصور انتهاكات قوات حفتر ترتكب مجازر، تقتل، تجهز على الجرحى، تقتل الأسرى المدنيين، ضرب البيوت، تقصف بصواريخ. وبالتالي وبين أعطاهم ضمانات مسألة العقود النفطية المبرمة القديمة حتى من أيام النظام الماضي، أيام نظام القذافي، وقال لهم إن ليبيا لا تستغنى عن فرنسا وفرنسا لا تستغنى عن ليبيا، ومن فضلكم يعني تعقلوا ولا تضعوا البيت تحفتر وتولي ثلاث العسكر، ليبيا ستحكم ديمقراطيا في المدة القادمة، وإذا لم تتوقفوا لن تنسى لكم طرابلس والليبيين هذا الحدود، تصبح مشكلة ما بين. نعم. الكاتب والمحلل السياسي السيد جمال عبد المطلب كان معنا من العاصمة الليبية طرابلس، شكرا جزيلا لك.